السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نلعب جيش ثاني للبيكة. خاف واحد يقول يعني ما عندي هالكارت وما عندي هالكارت. جبت لكم جيش أمس وهذا الجيش الثاني إن شاء الله، وراح نلعب ونشوف البيكة، الكارت مال البيكة والاستراتيجية مال بيكا اش كثر قوية. نبدأ على بركة الله. احنا قلنا بالبيكا لا تلعب البيكا اذا ما يكتمل لك سير. الان اكتمل لك سير، شايفين لا اقدر العب البيكا. خسرت البرج على اليمنى. اسمع يا خالد، اخذت برج هم، برج صار. ما استعجل بالهجوم. فتح الطريق للباربيريان. كروته قوية طبعا. هذا اتاني بس الاكسير استعجل شوية. اسمي خالف، راح العب. راح اطيرك حتى اخذ البرج الثاني. الان راح هجوم فول اتاك، راح اروح فول اتاك على الكبير، البرج الكبير، وادق ريق. ما احتاج ريق. شايفين ربحنا شلون؟ ربحنا والبيكا شلون قوي. البيكا هالمرة جبت له ريق، وإذا دق الريق السبيل مال الريق تعويذة يعني يصير كارثة ما ينحمل. فبس لا تستعجلون، راح نلعب معركة ثانية ما يخالف. كمل اكسيرنا.
خلنا ناخذ، شوف شنو ناخذ من برجه. يعني 6 بغالة. ما اريد استخدم الكرة النارية، استخدمها اخذها بس ما اريد استخدمها. اريد الكسير يسرع بس شوية. الان دقيقة راح يسرع. الان فول اتاك. الان طيام ريك. وش بعد؟ فول اتاك. هذا الانتصار الثاني شايفينه. ماكو مجال. حصلنا كارت البولر، يلا خلنا ناخذه. طاقة ممتازة. ما عندي بولر. البولر هم له طريقة، ان شاء الله جايكم ممتازة. خلينا نفتح هذا حتى لو بجوهرتين، حتى العب لكم معركة ثالثة. لا لا، نخلي هذا ينفتح 8 ساعات، نلعب معركة ثالثة حتى نريكم قوة البيكة ان شاء الله. طبعا حتى لو اطق كرة نارية ما راح اجيبهم، راح العب على هاي. لاعب عملاق هو. انا راح العب البيكة. راح اخلي الوتش هنا. وراح ادفع وراهم بالجوبلين. وراح انطيهم ريق. طيب العملاق. اتاني بس الجسم. ايوه سرع. انطقهم تسريع.
أخذنا أول برج. حتى لو نحافظ على البرج مالنا يعني. نعطيهم ريك. شايفين الريك شو تسوي؟ وهذا الفوز الثالث. احبتي اتمنى تكونون فهمتوا الدرس، درس استراتيجية البيكا، والقاكم مع حلقة جديدة من كلاش رويال. هذا اخوكم ماجد، خلينا نفتح الجهاز وياكم، خلينا نشوف شنو نطلعنا. والله فتح التصنيف، انا بنظري جواز لا باس بها. القاكم في لقاء جديد مع كلاش رويال. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.